زوجتي أفطرت في رمضان 8 أيام من جراء عذرها الشرعي، ثم إنها أرادت قضاءها في هذه الأيام لكنها حامل ولم تستطع، وذلك لضعفها بسبب الحمل وخوفها أيضا على جنينها، علما بأنها إن شاء الله ستبيد في شعبان وسوف يدخل بعد ذلك رمضان، فماذا يجب أن تفعل وهل يجزئ صيامي عنها؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. ما دام أنها لا تستطيع القضاء بسبب الحمل وأنها بعد الولادة يستمر معها النفاس طيلة شعبان فهي معذورة، لها أن تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم وتقضيه ولا حرج عليها لأنها معذورة في ذلك. المهم أن تقضي هذه الأيام ولو بعد رمضان القادم ولا حرج عليها إذا أخرت بسبب العذر. جزاكم الله خيرا. ولا يجب عليها الكفارة بعد القضاء ما دامها معذورة؟ لا يجب عليها، لأن المعذور لا يجب عليه الكفارة، الكفارة على من أخر من غير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.